افتتحت محافظة الغربية معرضا بعنوان صنع في الغربية للمنتجات والصناعات اليدوية. ويضم المعرض 40 قسما متنوعا لعرض منتجات المواد الغذائية والألبان والمخبوزات والملابس والأحذية والمشغولات الجلدية والمشغولات اليدوية والمنتجات التراثية بين منتجات منصة أيادي مصر، ويشارك فيه عارضون من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين. الهدف من التعليم المزدوج ان احنا بنوفر طبقه من العماله المدربه علميا وعمليا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. دي حاجه، الحاجه الثانيه ان هي تعتبر نوع من المشاركه المجتمعيه بين القطاع الحكومي المتمثل بين وزاره التربيه والتعليم والقطاع الخاص المتمثل برجال الاعمال. طبعا دول بيبقوا مشاركين في منظومه التعليم المزدوج، فلازم بيبقى في مجموعه من القرارات الوزاريه اللي بتنظم العلاقه بين جميع الاطراف المشاركه في منظومه التعليم المزدوج. هو معرض لتسويق منتجات اليدويه والحرفيه والتراثيه في المحافظه. محافظه الغربيه بتتميز بوجود عدد كبير من المنتجات الحرفيه والتراثيه واليدويه. الهدف منه ان احنا هنوصل للمنتجين ويبقى من المنتج للمستهلك، ما يبقاش فيه وسيط بينهم، عشان نفتح باب تسويق للناس دي وانها تيجي تسوق منتجاتهم. مبادره كويسه وجميله، لان الصناعيين والحرفيين صعب انك انت توصل لهم في اماكنهم، ما بين مثلا صغار المصنعين او الناس الحرف اللي هم بيشتغلوا حرف يدويه في بيوتهم. بغض النظر عن المجال، يعني شغل انا كفخار، بس دي بتتيح للناس مجال اوسع شويه في موضوع التسويق. المعارض ديت بتدينا توسع اكتر علشان نظهر المنتجات بتاعتنا، وفي نفس الوقت بتدينا مساحه بين الناس حتى تتعرف علينا وتعرف منتجاتنا.